FM. الكلمة ليك. نبدأ معك بآخر حاجة وين وصل إضراب أعوان الصحة العمومية؟ توصلتوا لاتفاق على ما يبدو؟ وصلنا، هي كانت معودة حوار كان متواصل في كل وقت ومش يزيد يتواصل. ما نتوقعش أن على رأس وزارة الصحة، خاصة داخلين على إصلاحات عميقة في قطاع الصحة العمومية، لازمة لازم تتمشى مع انتظارات نتاع المواطنين التوانسة في مخصص الصحة، ما يتعملش بالحوار والحوار البناء مع الاتحاد. نهار في السبت والأحد تم نقاش على كل مستويات تاع مؤسسات الحكومة، نجم نقولوا تم اتفاق على الأقل صح والأوامر اللي تم عليهم اتفاق سابقا، وأكثر من هكا حتى نهار البارح خرجوا في الرائد الرسمي. دونك ظهر لي هما كانوا ثلاثة مطالب، ولا أولا فيما يخص قانون 24.2 اللي اليوم على مستوى مجلس نواب الشعب، والسيد رئيس الحكومة طلب تسريع مش المشروع هذا يتم على مستوى مجلس نواب الشعب. ثانيا الأوامر هذو اللي تم عليهم اتفاق سابقا صحوا وخرجوا في الرائد الرسمي، ثم مطالب أخرى اللي معناتها باش يدخلوا في المفاوضات نتاع 2014-2015 وفي السنوات القادمة، ونتمنى ونتوقع باش نلقاو معناتها اتفاق بناء لمصلحة الصحة العمومية وللصحة في تونس. الكلمة ليك.